These developments introduce an entirely new pattern of physics called quantum mechanics. قال هذه التطورات اللي صارت من البلاك بادي راديشن الفوتو الكتريك افكت وبرضو اللي قال لي اياها دي براولي خصائص الموجية للجسيمات سوت لي نوع جديد من انواع الفيزياء وسميناها فيزياء الكم أو ميكانيكا الكم. قال هذه النوع من الفيزياء it deals with physical systems that are quantized. تتعامل لي مع الكميات الفيزيائية المكممة اللي لها قيم محددة. طيب قال an important contribution is called the Heisenberg uncertainty principle. قال جاني واحد اسمه هايزنبرغ وطلع لي مبدأ عدم التحديد. وهذا المبدأ عدم التحديد طبعاً جاي يعني يخدم الأشياء اللي أخذناها من قبل الذرة وما الذرة ونموذج بور ويطور لي نموذج بور. قال It is based on the observation that atoms are actually composed of objects that have wave-like properties. قال لي إنه هذا النموذج حق هايزنبرغ أو عفواً المبدأ هذا حق هايزنبرغ يخدم لي حقيقة إنه الجسيمات لها خصائص موجية. فمن وش الخاصية وش الخصائص الموجية؟ حنا نعرف إنه الموجات صعب إننا نحدد مكانها لأنها تنتشر في الفضاء. قال هايزنبرغ برضو ترى صعب إننا نحدد مكان الإلكترون. خلاص؟ فقال لي صعب إني أحدد مكان الجسم وبنفس الوقت أحدد الزخم حقه. يا إنه إذا أنا مثلا أعرف مكان الجسم عندي دقة كبيرة في مو دقة. إذا كان عندي توقعاتي يعني دقيقة بمكان جسم ما فإنه معرفتي لزخم هذا الجسم راح تكون أقل. طيب إيش قصده بهذا الكلام؟ شوفوا الآن عشان نفهم هذا الشيء في تجربة سووها العلماء جابوا فتحة خلاص فتحة وعبروا من خلالها ضوء. طبعا زي ما أنتم شايفين الضوء عبر خلال هذه الفتحة عبر بشكل مستقيم يعني أنا الآن تقريبا عندي شوي هاي سيرتينتي بالزخم حق الضوء إنه كان تقريبا أول ما طلع بشكل مستقيم فأنا عارفة الاتجاه اللي هو رايح فيه الفيلوسيتي حقته تقريبا يعني ماني عرفتها كثير بس توقعاتي مداها يعني قليل يعني أنا مثلا أقول إني أنا متوقع إنه يا يكون هنا يا يروح بهذا الاتجاه أو هذا الاتجاه أو هذا الاتجاه. خلاص عندي بس 3 توقعات ما عندي مثلا 100 توقع تخلي الموضوع صعب علي إني أعرف الزخم حق الضوء. هذا متى؟ هذا لما تكون المسافة مسافة الفتحة كبيرة. طيب أنا عندي هاي سيرتينتي بالزخم حقه ولكن عندي يعني ماني متأكدة من مكانه يعني ممكن إنه بما أنه الفتحة أكبر مسافة أكبر خلاص المسافة الآن صارت أكبر فممكن الضوء يمر من هنا أو إنه من هنا أو إنه من هنا أو إنه من هنا أو إنه من هنا فصار عدد الاحتمالات حق الأماكن أكبر لما صارت احتمالات الزخم أقل فقلت احتمالات الزخم زادت احتمالات إيش المكان فأنا الآن ما أقدر أحدد الزخم بدقة وأحدد المكان بدقة بنفس الوقت هذه هي فكرة مبدأ هايزنبرغ يعني للشك إذا ببساطة إنه إذا كانت توقعاتي لي يعني عندي توقعات محدودة للمكان فإنه توقعات الزخم تكون غير محدودة ما أقدر أحددها إذا مثلا عندي يعني توقعات محدودة للزخم فتوقعاتي للمكان راح تكون كبيرة جدا كثيرة يعني توقعات كثيرة أنا ما أدري وش وين هو بالضبط فهذا الشيء شلون أثبتوه بهذه التجربة راحوا قللوا المسافة اللي يخرج منها الضوء لما قللوا المسافة فالآن صارت عدد صارت الاحتمالات تبع المكان تبع الضوء أقل صار ممكن يخرج من هنا أو من هنا أو من هنا أو من هنا أول كان الاحتمال أوسع فأنا هنا وش سويت زدت احتمال المكان يعني صار عندي احتمال المكان متأكدة منه أكثر متأكدة من احتمال المكان أكثر لأنه صار عدد الاحتمالات قليلة فعندي تأكد أكثر لكن تفاجأوا
إنه الضوء حاد عن مساره، ما صار زي كذا يخرج بشكل مستقيم، لا بدأ يروح شيء فوق وشيء تحت وشيء مدري وين، وبدأ يطلع النموذج عشوائي. يعني صار الزخم حقه صعب إني أحدد الزخم حقه هو بأي اتجاه رايح، لأن أنا عارف إنه عشان أحدد الزخم لازم أحدد الفيلوسيتي، والفيلوسيتي تحدد بالاتجاه. فهم لقوا إنه تغير مسار الضوء، تغير مساره، رغم إنه كان هو قبل ما أنقص المساحة كان مساره مستقيم. فهذه الأشياء يعني طبيعية، ما نقدر إحنا نغيرها، وما نقدر نقيس الزخم والمكان بنفس الوقت، مو عشان إحنا جاهلين بالطريقة لا، ولكن الطبيعة، طبيعة الموجات هذه، الطبيعة الموجية للجسيمات، وهذه الطبيعة المادية للضوء، تفرض علينا إنه إحنا مو قادرين نحدد المكان والزخم بنفس الوقت. لأن زي ما قلنا، لما قلنا يلا خلينا نلعب عليه ونحدد المكان، نقلل الفتحة، لقينا إنه الضوء لعب علينا وغير اتجاهه، وصار الزخم ما نقدر نحدده. هنا كنا قادرين نحدد الزخم بس مو قادرين نحدد المكان، هنا صرنا قادرين نحدد المكان ولا قدرنا نحدد الزخم. فيقول لي هنا وين وصلنا، ايه هنا قال لي the difference between a wave and هذا طبعا بيشرح لي قبل ما يشرح لي اللي شرحت لكم اياه فوق. قال the difference between a wave and particle is physical extent. قال الفرق بين الموجة والجسم يعني شيء حسي ممكن تحسين فيه. قال لي we can imagine a particle as a small ball with precise position. حين نقدر نتخيل انه الجسيم عبارة عن كورة صغيرة ومكانها محدد، اعرف مكانها انه هذا مكان محدد، ولكن الموجة must be spread out and does not have a precise position. ولكن الموجة من مميزاتها اني انا ما اعرف وين مكانها بالتحديد، ممكن اني احدد الزخم تبع هذه الموجة، ولكن اذا كل ما زادت معرفتي بالزخم قل معرفتي بمكان الموجة. يعني الان انا مثال، يعني مثال من واقع الحياة، قدامي سيارة خلاص، وصورت هذه السيارة وهي قاعد تمشي فيديو، صورتها فيديو، انا الان اعرف سرعتها يعني اعرف الزخم حقها، بس هل انا اعرف مكانها بالتحديد؟ لا. اذا انا عارف الزخم عارفه لانه شفتها تسرع بسرعه معينه، ولكن قلت معرفتي بمكانها المحدد لانه صارت مسرعه. لكن لما امسك السياره هذه واصورها صوره ثابته، الان عرفت مكانها المحدد في هذه اللحظه المعينه خلاص، ولكن ما عرفت زخمها وش الزخم حقها. طب انا الان عرفت مكانها المحدد، بس بنفس اللحظة اللي أنا لقطت المكان، لقطتها صورة لحظية، ما أعرف زخمها بهذيك اللحظة. فكل ما زادت معرفتي بالزخم قلت معرفتي بالمكان، وكل ما زادت معرفتي بالمكان قلت معرفتي بالزخم. فقال هنا Our particles are most like fuzzy cotton balls rather than charcoal marbles. This means you can't precisely state their position. قال حنا البارتيكلز اللي عندنا الأجسام الجسيمات ما نقدر نحدد مكانها بالضبط، لأنها يعني غير منظمة، تكون دائما عشوائية، ما نقدر نحددها بالضبط. فقال لي هنا هايزنبرغ was able to develop the formula. هذه هي الفورميلا، المعادلة تبع هايزنبرغ، يقول تحديد المكان وتحديد الزخم أكبر من أو يساوي هذا الثابت. إيش قصده بهذا الكلام؟ قصده إنه يعني مدى تأكدي من المكان ضرب مدى تأكدي من الزخم راح يكون دائما أكبر من أو تساوي ثابت بلانك. هذا الكلام يعني إنه يعني تخيلوا إنه هذه العلامة مساواة، لا تتخيلونها أكبر من أو يساوي. يقول لي إذا بما أن هذولي بنفس الجهة، فإنه إذا زاد تأكدي من المكان رح يقل تأكدي من الزخم، وإذا زاد تأكدي من الزخم، رح يقل تأكدي من المكان، عشان تبقى هذه القيمة اللي حنا نقارن فيها ثابتة، واحد إذا زاد الواحد ينقص الثاني. طيب فقال إنه دلتا إكس هو الـ uncertainty of particle position، عدم التأكد من مكان الجسم،
ودلتا ام في اللي هي تغير في الزخم هو عدم التأكد من يعني زخم الجسم، والاتش هو ثابت بلانك. قال هذا الشيء يعني this means if you have high certainty of where the particle is, you have little knowledge of what its momentum is. إذا كان عندك تأكد كبير من مكان الجسم فأنت ما عندك تأكد كبير من زخم هذا الجسم زي ما قلت لكم من قبل. قال so the resolution of our experiment is limited by nature, not because of our ignorance. قال الأشياء القرارات اللي نتخذها من التجارب محدودة بسبب الطبيعة وليس بسبب جهلنا، فنحن ما نقدر نطبق كل شيء وما نقدر نطلع قرارات على شيئين بنفس الوقت، ليس بسبب إنه إحنا جاهلين ولكن بسبب الطبيعة التي فرضت علينا هذا الشيء. قال لي هنا شرودينجر established a model in which the hydrogen atom is described by wave function. قال لي جاني واحد اسمه شرودينجر وقال لي بسوي لكم موديل خلاص لذرة الهيدروجين التي تعمل وكأنها احنا قلنا انه الجسيمات وش فيها لها خصائص موجية، فنموذج شرودينجر للذرة كان يعاملها على اساس انها ويف، على اساس انها موجة، اذا ويف فانكشن. ايش سوى؟ قال the wave function describes the probability of finding the atom in a particular configuration. طيب قال لي انه احنا نعرف انه الموجة الخاصية الخاصية الموجية للموجة وش هي؟ احنا ما نقدر نحدد مكانها بالضبط لانها تنتشر خلاص، فكذلك الالكترونات ما نقدر نحدد مكانها بالضبط لانها تدور في مكان يعني لها سرعة عالية جدا، فما نقدر نحدد مكانها لانه سرعتها مرة عالية. طيب فهنا الآن جاب لي نموذج للذرة شرودينجر معتمدا على هذه الخاصية انه ما نقدر نحدد مكان الالكترون بالضبط، فقال لي انه مكان يعني اخترع لي انه هذه الذرة حواليها سحابة، والسحابة هذه هي ما هي كلها الكترونات، لا هي الاماكن اللي متوقع فيها انه يكون الالكترون. اذا الالكترون متوقع انه يكون بهذه المنطقة السحابية الموجودة هنا حول الذرة خلاص، هنا متوقع أن يكون الإلكترون. فقال لي we now know that the Bohr model isn't accurate. عرفنا أنه نموذج بور ما هو دقيق. فقال لي the atom is actually pictured as a tiny nucleus surrounded by an electron cloud. إذن نعرف أنه الذرة حط ليها على شكل على شكل نواة صغيرة ومحاطة بسحابة إلكترونية. قال the density of the cloud indicates the probability of finding the electron at some point. قال كثافة هذه السحابة تبين لي إنه والله هي كثيفة بهذه الجهة، معناتها هنا في احتمال أكبر إنه يكون موجود الإلكترون في هذه في نقطة من هذه النقاط. فلاحظ هنا إنه هذا المجال الأول، هذا زي ما احنا شايفين الأوربت الأول راح يكون السحابة بهذا الشكل، هذا الأوربت الثاني راح تكون السحابة بهذا الشكل، الأوربت الثالث المدار الثالث راح يكون في عندي أنماط تداخل بين السحابات، وهذا الأوربت الرابع. طب مو مطلوب منكم انكم ترسمون الأوربت، بس لازم تعرفون انه الأوربت المدارات صارت عبارة عن سحب إلكترونية، يعني تبين لي وين ممكن يكون الإلكترون. طيب قال لي هنا since the exact position of the electron isn't known, it is more useful to describe the electron's orbit by its energy. قال الآن حنا نعرف إنه ما نقدر حنا نحدد وين مكان الإلكترون بالضبط، فعشان حنا ما نقدر نحدد مكان الإلكترون بالضبط فراح يكون يعني أكثر فائدة لنا إننا نحدد طاقة المجال عشان نحدد مكان الإلكترون، إنه والله الإلكترون طاقته كذا إذا موجود بهذا الأوربت، فإحنا الآن راح نتعامل بالطاقة بدلاً من التعامل بالمكان، لأنه عرفنا إنه ما نقدر إحنا نحدد المكان بالضبط، فنشوف نحدد لكل مجال له طاقته، ثم إن على أساسها نحدد مكان الإلكترون أو مو مكان الإلكترون، هذا الإلكترون بأي أوربت موجود.
قال the electrons are described as being in certain allowed energy states called energy level. إذن الإلكترونات نوصفها على أنها موجودة في يعني موجودة في حالة معينة من الطاقة نسميها مستوى الطاقة. فالإلكترون موجود في هذا المستوى من الطاقة والإلكترون مثلا موجود في المستوى الثاني من الطاقة هو الأوربت. فالأوربت الآن غيرنا اسمها وسميناها مستويات الطاقة. خلاص هذا المستوى الطاقة الأول، مستوى الطاقة الثاني، مستوى الطاقة الثالث، بدل ما نقول أوربت نقول مستوى طاقة. فيكون الإلكترون هذا موجود بهذا المستوى من الطاقة، الإلكترون الثاني موجود بهذا المستوى من الطاقة وهكذا. فنحدد مكان الإلكترون حسب وجود حسب الطاقة تبعته. فقال لي the lowest energy level is called the ground state. قال أقل المستويات طاقة نسميه ground state. وthe higher energy state are referred to the excited states. وأعلى مستوى بالطاقة نسميه excited state. إذن الground state هو الأقل مستوى في الطاقة، والexcited state هو الأعلى مستوى في الطاقة. فقال these energy states are represented by an energy level diagram. إذن هذه مستويات الطاقة نمثلها بهذا الرسم البياني لمستويات الطاقة. هذا المستوى الأول اللي هو ground state، وهذا first excited state، second excited state، وهكذا. وقت يكون الجسم له طاقة أكبر صار هذا first excited state، second excited state، وهكذا. فقال لي each energy level is labeled with a quantum number n. The ground state has number one. قال كل الآن level نسميه ب يعني نرمز له level 1, level 2, level 3 وهكذا. ولازم يكون هذا العدد كوانتم يعني مكمم يزيد بمقدار صحيح 1, 2, 3, 4. طيب the ground state هو ال N1، خلاص مستوى الطاقة الأول. قال لي the difference in energy between adjacent states decrease as N increase. طيب هذه نقطة حلوة، يقول لي إنه الفرق بين مستويات الطاقة، يعني مثلاً الفرق بين المستوى الأول والمستوى الثاني راح يقل إذا زادت الN. شلون هذا الكلام؟ يعني الآن زي ما احنا شايفين الN هنا واحد وصارت اثنين، الفرق بين واحد واثنين كم كان؟ 13 ناقص 3 تقريباً 10، تقريباً 10. خلاص هنا الفرق كان 10، طيب الآن الN زادت، الN صارت 3، 2 ناقص 3 نقول يلا 3 ناقص 1 كم راح يكون تقريبا؟ راح يكون 2. الآن عندنا 3 والأربعة وهكذا. فنلاحظ أنه كل ما زادت الN الفرق بين مستويات الطاقة يقل. نلاحظ الفرق هنا بين مستويين الطاقة المتتاليين كان 10، الآن صار الفرق بين مستويين الطاقة المتتاليين صار 2. إذن بزيادة الN هذه كل ما طلعنا لفوق كل ما كان الفرق بين مستويات الطاقة أقل. قال the highest state is labeled as N تساوي ما لا نهاية. قال آخر مستوى طاقة حطيناه ما لا نهاية لأنه ما حددنا حنا عدد معين كان لا نهائي. خلاص يعني ممكن يكون مليون آخر مستوى، ممكن يكون مليونين، فعشان كذا حطينا آخر مستوى يكون لا نهائي لأنه كل ذرة يختلف المستوى الأخير عن حقها تبع يعني من ذرة لأخرى فما نحددها. قال this energy is the ionization energy. إذا آخر مستوى من مستويات الطاقة هي نسميها طاقة التأين. خلاص آخر طاقة هي طاقة التأين. طاقة التأين هي الطاقة اللي يحتاجها، اللي إذا سحبنا إذا أعطيناها للجسم وش يصير له؟ يتأين، يعني نسحب منه إلكترون. فقال لي the numbers on the left of the energy level diagram indicate the energy of each state. قال لي شوفي إنه هذا اللي على الجهة اليسار الأرقام الموجودة هنا تمثل لي الطاقة في كل مستوى طاقة. فالطاقة هنا الموجودة في المستوى الأول كم؟ سالب 13.6. الطاقة بالمستوى اللي بعده كم؟ سالب 3.4. قال لي ليش العلامة السالبة؟ طيب قال the negative value indicate that the electron is bound to the nucleus. قال العلامة السالبة تعني لي إنه الإلكترون مربوط مع شو يسمونها النواة، لأنه إذا هو مربوط مع النواة
إذا الإلكترون مربوط مع النواة معناته إنه هذا الإلكترون عشان يطلع من الذرة محتاج 13.6 من الطاقة عشان أقدر أنزعه من الذرة. خلاص؟ فإذا هذه العلامة السالبة معناته إنه هو مربوط مع النواة. قال the change in electron energy as a result of an energy level transition is found by comparing the energies of the two states. طيب عشان أنا أعرف التغير بالطاقة لما يتغير الانرجي ليفل كيف هذا أروح أقارن بين طاقتين. أنا بعرف لما الجسم أعرف هذا المستوى الثاني أكثر من المستوى الأول بكم، أروح أطرحهم من بعض وأعرف المستوى الثاني كم يزيد عن المستوى الأول بالطاقة. إذن مثلا الآن سالب 13.6 ناقص سالب 3.4 الناتج اللي راح يعطيني إياه هو الفرق بين مستوى الطاقة، يعني المستوى الثاني فيه طاقة أكثر من المستوى الأول بهذا المقدار اللي هو الفرق بين المستويين. قال لي هنا the photon energy for a transition between the ground state N1 and the first excited state N2. أيوة طيب حنا نعرف إنه الفوتون الإلكترون إذا انتقل من مستوى عالي في الطاقة إلى مستوى أقل فإنه رح يخسر طاقة. إذا نزل من مستوى عالي إلى مستوى أقل رح يخسر الطاقة. هذه الطاقة اللي رح يخسرها مقدارها الفرق بين طاقة المستويين. طيب الطاقة هذه كيف رح يخسرها؟ رح يخسرها على شكل فوتون، وحنا نعرف إنه الفوتون هي عبارة عن حزم من الطاقة، صح ولا لا؟ طيب إذا الآن سقط الإلكترون من مستوى عالي إلى مستوى أقل وأطلق لي طاقة على شكل فوتون. طيب أنا بعرف كم قيمة هذه الطاقة تبع الفوتون، من وين أجيبها؟ أروح أطرح المستويين من بعضهم البعض وأجيب طاقة الفوتون، كم هي طاقة الفوتون؟ طاقة الفوتون تساوي طاقة الفرق بين مستويين. فقال لي شوف هنا طاقة الفوتون A2 ناقص A1، نقص لي الطاقتين من بعضها A2 ناقص A1. أنا تو غلطت بشيء، قلت لكم A1 ناقص A2، خطأ، حطوا A2 ناقص A1 النهائي. هي كانت عند 2 ونزلت الواحد، الكبير من الصغير، ف2 ناقص 1 كم صار عندي؟ 10.2. ف10.2 هي مقدار الطاقة اللي فقدها الإلكترون وجت على شكل فوتون، مقدار طاقته برضو 10.2. قال لي referring to figure 10.7 this a photon of UV light. قال طيب وين شايفين هنا؟ طيب يقول لي هنا انه هذا الفوتون اللي طلع لي وش نوعه؟ وش نوع الأشعة حقته؟ قال لي هي أشعة ألترا فايولت. من وين عرفت انه هي أشعة ألترا فايولت؟ لانه الطاقة تبع هذا الفوتون كانت 10 بوينت كم؟ كانت 10.2 إلكترون فولت. عندي 10.2 إلكترون فولت، هذه مقدار الطاقة. طيب أنا أقدر أجيب من مقدار الطاقة التردد، عارف إنه القانون يقول لي E تساوي H في الفريكوينسي. طيب الآن أنا أبغى الفريكوينسي، أنقل ال H الجهة الثانية تروح مقسومة، فالفريكوينسي رح يساوي لي الإنرجي على ال H. الإنرجي طلعت لي 10.2 والH حطها بالمقام، قيمة ثابت بلانك بالإلكترون فولت، لأنه هذه إلكترون فولت، راح تطلع الآن كم؟ راح يطلع لي تردد. التردد اللي راح يطلع لي هذا راح يكون نفسه تردد UV light. خلاص؟ طيب الآن طلع لي هذا التردد من الحل اللي أنا سويته، صح؟ طيب هذا التردد لو أروح أرجع لجدول الترددات راح ألاقي إنه هذه التردد تابع لأشعة UV light. إذا هذا الفوتون اللي طلع من الذرة عبارة عن إيش؟ عبارة عن UV light. طيب here is a diagram of several downward transition. قال شوفوا هذا الشكل يمثل لي يعني إذا انتقالات الإلكترون وش الأشعة اللي راح تطلع لي إياها. فنلاحظ انه انتقال الالكترون من اي مستوى للمستوى الاول راح يطلع لي ليمان سيريز. الليمان سيريز هذه تكون اليو في لايت.
خلاص اليوفي لايت. طبعا كل تردد راح يختلف شلون، اذا سقطت من المستوى الثاني للاول راح يكون ترددها مختلف عن اللي سقطت من التردد من المستوى الثالث للاول، هذا راح يكون ترددها اكبر لانه قطعت مسافه اكبر، وهذه راح تكون ترددها اكبر لانها قطعت مسافه اكبر. ولكن كل اللي يسقطون على المستوى الاول راح يكونون يوفي لايت ونسميهم ليمان سيريز. طيب اللي راح يسقطون على المستوى الثاني من اي مستوى للمستوى الثاني راح يطلع لي بلمر سيريز، سلسله بلمر، وهي تكون وشو الضوء المرئي، يعني ممكن هذه تكون ضوء الاحمر وهذه تكون الضوء الاصفر، هذه الضوء البرتقالي، هذه الضوء كذا، على حسب التردد تبعها، لانه هذه طاقتها اقل معناتها ترددها اقل، هذه طاقتها اكبر ترددها اكبر، ممكن تكون هذه اخر وحده حق اللون الازرق. ولكن الفكره انه اذا سقط الالكترون من اي مستوى للمستوى الثاني راح تطلع لي ضوء مرئي. وكيف اعرف وش هو اللون؟ اعرفه من حساب الطاقه، احسب الطاقه بعدين احسب التردد. طيب واذا طاحت على المستوى الثالث من اي مستوى للمستوى الثالث اسميها باشن سيريز. وش قصدي باشن سيريز؟ اللي هي الانفراريد، خلاص الانفراريد تحت حمراء. فقال لي for each transition the wavelength is given in nanometer. فلاحظ انه عطاني الwavelength بالنانومتر، هذا هو الwavelength خلاص. فمن الwavelength اقدر اعرف نوع الموجة برضو. قال لي from this figure some conclusion may be inferred. إذا من هذا الشكل اللي حنا فوق نقدر نستنتج شغلات كثيرة. قال أول شيء transition to the ground state in one result in the emission of ultraviolet photons the series of emission lines is referred to as Lehmann series. قال إنه إذا الانتقال اللي تكون من أي مستوى للمستوى الأول راح تنتج لي ultraviolet light فوق بنفسجية، موجات فوق بنفسجية، وسميها وشو ليمان سيريز، سلسلة ليمان. قال لي transition from higher energy levels to the first excited level to the second excited levels لا to the first excited levels اللي هو اثنين. ركزوا زين هنا، قال لي ground state in one first excited level in two. فقال لي هنا first excited level in two result in emission of visible photons. اذا لما يكون يعني يسقط الالكترون للمستوى الثاني اللي هو يعتبر المستوى المثار الاول وش راح تطلع لي؟ راح يطلع لي اشعه مرئيه ونسمي هذه السلسله سلسله بلمر. قال لي transition from higher levels to three result in the emission of infrared photons. إذا لما يسقط الإلكترون للمستوى الثالث راح تطلع لي infrared ونسميها Bashan series. طيب هنا يقول لي find the frequency and the wavelength of the photon emitted when a hydrogen atom goes from N3 state to the N2 state. قال الآن أبغى منك تجيبي لي الفريكونسي، أبغى منك تجيبين لي الفريكوينسي تبع فوتون طلع من ذرة هيدروجين لما انتقل الإلكترون من المستوى الثاني من المستوى الثالث للمستوى الثاني. نجي الآن هذا سقط من المستوى الثالث، كم طاقة المستوى الثالث؟ سالب 1.51، سالب 1.51 ناقص كم المستوى الثاني؟ سالب 3.4، سالب 3.4 أطرحهم من بعضهم وأشوف كم ناتج الطاقة. ناتج الطاقة 1.89 إلكترون فولت. طيب الآن أعوضها، أقول الإنرجي اللي طلعتها أقسمها على ثابت بلانك بالإلكترون فولت علشان يكون وحدات متناسبة، طلع لي التردد، وهذا التردد اللي طلع لي هو تردد اللون الأحمر. فقال لي هنا لاحظي جاب لي أول شيء صح، جاب لي الفريكونسي. طبعا من الفريكونسي أقدر أجيب الويف لينكث، القانون اللي حنا نعرفه انه الويف لينكث يساوي سرعه الضوء على الفريكوينسي، سرعه الضوء ثابته على الفريكوينسي، طلعنا الويف لينكث. اذا هنا طلع لنا الويف لينكث والفريكوينسي، ومن هذه المعطيات نقدر نعرف انه هذا الضوء احمر. قال this wavelength corresponds to a photon of visible light red. اذا ذره الهيدروجين هذه طلعت لي وشو ضوء لونه احمر.
طيب قال لي هنا an electron doesn't have to make a direct jump to a certain energy level. قال احيانا الالكترون مو لازم يعني على طول يسقط من المستوى المعين الى مستوى واحد يعني مره واحده، لا ممكن يسقط من هنا لهنا ثم يسقط مره ثانيه من هذا المستوى لهذا المستوى، يعني يسقط سقطتين. فقال لي for an electron in the n4 level it can make a transition to n2 and then to n1. قال لي انه فيه الكترون موجود بالمستوى الرابع، خلاص موجود عند هذا المستوى. قال لي اول شيء راح يسقط لي من ان 4 ال ان 2 ويطلع لي فوتون، بعدين يسقط لي من ان 2 ل ان 1 ويطلع لي فوتون ثاني. تمام، هذا الترانزيشن وش اسميه، هذا الانتقال وش اسميه؟ قال نسميه كاسكيد. اذا متى الكاسكيد يحصل؟ اذا الالكترون انتقل الى مستوى طاقه اقل ثم من هذا المستوى الى مستوى طاقه اقل منه. قال لي the energy level diagram helps illustrate what happens when hydrogen gas in a tube heated to high temperature or excited by passing an electric current through it. قال انه هذا الدياجرام اللي احنا طلعنا اللي رسمناه فوق اللي هي انتقالات الطاقه اللي تبين لي ايش هي نوع الاشعه اللي تطلع، هذا الدياجرام يوضح لي لماذا ذرة الهيدروجين تشع لما أسخنها أو أربطها بتيار كهربائي، يعني أعطيها طاقة إما طاقة حرارية أو كهربائية. ففهمنا الآن حل لهذه المشكلة عن طريق هذا الدياجرام، إنه الانتقالات بالإلكترونات لما أعطي الإلكترون طاقة تمام فإنه رح يحصل له إثارة ويطلع لمستوى طاقة أعلى، وعشان مثلا يرجع لمستوى ستيبل مستوى ما يكون فيه مثار لازم ينزل، ونزوله للمستوى الأقل رح يطلع لي فوتونات. إذا الآن عرفنا لماذا لما أجيب الغاز الهيدروجين وأسخره يشع ضوء، ليش؟ بسبب اكتسابه للطاقة وفقدانه لها على طريق فوتونات. فقال لي the atoms will be excited into higher energy levels، إذا الذرات راح تصير مثارة بسبب الطاقة الحرارية العالية. بعدين the excited atoms will undergo transition to lower energy emitting photons، هذه نفسها الذرات راح تسوي انتقالات للإلكترونات عشان تخلي الذرة stable تخليها أقل إثارة. بعدين although several transitions are possible for a given temperature some are more favored. طيب ممكن ايوه انه انا يعني يقول لك هنا ممكن يكون فيه اكثر من ترانزيشن، يعني من 3 لين 1 من 3 لين 2، ولكن بعض الذرات ما عندها مستويات كثيره، عندها بس مستوى طاقه واحد، فالترانزيشن يكون الانتقال واحد لها، يعني ما تقدر تنتقل عده انتقالات لانه مستويات الطاقه فيها قليله، ما هي زي باقي الذرات. هذا الشيء يفسر لنا ليش مثلا ذرة الهيدروجين الطيف حقها الترددات حق الطيف حقها تختلف عن ذرة الهيليوم مثلا إذا سخنتها. فكل غاز له الطبعة أو البصمة الخاصة فيه، البصمة الضوئية الخاصة فيه، لأنه كل غاز طاقته مختلفة وعدد الإلكترونات فيه مختلفة، فعشان كذا راح تختلف الطاقة اللي يمتصها والطاقة اللي يطلعها حسب عدد الإلكترونات اللي موجودة فيه. فقال لي such a system produces the emission spectrum of hydrogen، إذا النظام اللي طلع لي الطيف حق الهيدروجين يعتبر الأوربت حقته محدودة ما هي كثيرة، فهو ما رح يطلع لي موجات كثيرة، يعني رح يطلع لي بس 3 ألوان أتوقع أو 4 ألوان لأنه هو مو موجود فيه كثير أوربتس. لكن لو مسكنا ذرات عندها أعداد ذرية كبيرة يعني معناتها عندها إلكترونات كثيرة، فهذا الشيء يعني أنه عندنا فرصة أن نطلع أطياف أكثر وأكثر، فهمتوا شلون؟ لكن الهيدروجين ذرة مبسطة عشان كذا حنا شرحنا عليها، وعشان كذا طلعت لي موجات قليلة لأنه الانتقالات حقتها محدودة بسبب أنه ما عندها غير إلكترون واحد. طيب قال لي هنا here are two examples of emission spectra for excited gases، قال شوفي هذه مثالين على إشعاع الذري للغاز المثار
هذه الإيرورا طبعاً قاعد تصير بطبقة الأيونوسفير، فيه أيونات، هذه الأيونات مثارة، فبالتالي عشان تستقر محتاجة أنها تنقل الإلكترونات حقتها لمستويات أقل، وبالتالي تشع لهذه الفوتونات وتظهر بالسماء. وهذه النيون، ذرات النيون بعد محتاجة أنها تستقر فتنزل لي الإلكترون وتطلع لي ضوء. طيب الآن قال لي هنا so far we have only discussed hydrogen. It is the simplest element since it has only a single electron. إحنا بس تناقشنا ذرة الهيدروجين لأنها مرة بسيطة وما عندها غير إلكترون واحد. قال as you examine elements of higher atomic number, the number of electron increases. لما أجي أختبر ذرات الأتوميك نمبر حقها عالي معناتها الإلكترونات حقتها كثيرة. قال for the neutral atom the atomic number indicates the number of electrons. قال لما تكون لي الذرة هذه ذرة متعادلة يعني العدد البروتونات حقتها تساوي عدد الإلكترونات، فإن العدد الذري الموجود على هذا المادة خلينا نقول مثلا أعطيني شيء مثلا الكربون، خلاص العدد الذري حقه 6، فالآن العدد الذري حقه 6، إذا كم عدد كم عدد إلكترونات الكربون؟ 6 إلكترونات، هذا في حال إن أنا ما سحبت منه أي أيون كان متعادل. قال لي هنا by examining the emission spectra of various elements Wolfgang Pauli discovered that certain transition to lower state didn't occur when the lower state were already occupied. جاء واحد اسمه Wolfgang Pauli قال لي انه لما تكون خلاص discovered that certain transition to lower state ايه قال احيانا ال ايش يسمونه هذا الالكترون ما يقدر ينزل المستوى اقل من الطاقه لما تكون المستوى اللي اقل منه اصلا فيه الكترونات شاغره مشغوره يعني هذا يعني هو هذا باولي جاب لي فكره انه كل مدار له عدد محدد من الالكترونات، ولو انا كنت فوق وبنزل تحت لما المستوى اللي اقل مني لازم ما يستقبلوني اذا كان المكان شاغر ومليان. فحدد لي انه والله المستوى الاول ما يشغل غير الكترونين، المستوى اللي بعده يشغل 6 الكترونات وهكذا. طيب فقال لي هنا انه this led him to develop the Pauli exclusion principle. جاب لي مبدا باولي لي الاستبعاد، انه ما تقدرين على اي حال ان تنزلين المستوى حقي اذا الا اذا كان مستوى حقي في شواغر. فقال لي the electrons can't occupy precisely the same quantum state at the same time. إذا الإلكترونات ما تقدر تشغر لي المدار المكمم إذا كان وش فيه؟ إذا كان مشغور أصلاً، إذا كان فيه إلكترونات غيرها. ف this applies to an entire class of elementary particle known as fermions. إذا هذا الشيء أدى إنه حنا لازم نحط دراسة خاصة بالأجسام الصغيرة التحت الذرية سميناها بالفيرمونز، ما ادري شلون انطقها، بس هذا الفيرمونز يدرس لي ايش؟ يدرس لي الجسيمات الصغيره زي الالكترونات والبروتونات والنيترونات، وطبعا الالكترون جزء منها. فقال ذا الكترون از جاست وان سبيشيز اوف ذس كلاس، اذا الالكترون جست يعني بس واحد من هذه من انواع هذه الجسيمات الصغيره، يعني في جسيمات ثانيه صغيره زي النيترونات زي ما قلت لكم. قال لي for each energy level there exists a set number of quantum state available to the electron. إذا لكل مستوى طاقة هناك عدد محدد من الإلكترونات اللي المستوى الطاقة هذا يقدر يشغله، يعني مثلا المستوى الأول يشغل بس إلكترونين ما يقدر يستقبل أي شيء ثاني، المستوى اللي بعده يشغل 6 إلكترونات ما يقدر يستقبل أي شيء غيرهم وهكذا. فقال لي هنا إنه once all quantum states are occupied for a given energy level, additional electrons must occupy other energy level that has vacancies. طيب vacancies. قال لي هنا إنه إذا كانت مثلاً كان هذا الأوربت مشغول خلاص وعندي زيادة إلكترونات لازم تكون بالذرة، لازم أحط أوربت ثاني أحط فيها هذه الإلكترونات،
ما أقدر أجمعهم كلهم، أقول والله لا ما في غير إلكترون واحد خلني أحطه بهذا الأوربت، لا حتى لو في إلكترون واحد يروح أحط أوربت جديد لهذا الإلكترون، لأنه خلاص كل مستوى طاقة يستوعب عدد محدد من الإلكترونات. فقال the number of electrons available for each energy level، قال الآن كل مستوى طاقة يعني لازم يكون له عدد معين، فالمستوى الأول كم ياخذ؟ ياخذ بس إلكترونين، أكثر من إلكترونين ما ياخذ. المستوى الثاني ياخذ بس 8 إلكترونات. المستوى الثالث ياخذ 18 إلكترون. طب أنا شلون لازم يصير عندي معادلة أعرف كم المستوى هذا كم ياخذ؟ لو أنا قلت المستوى هو 100، طب أنا بعرف المستوى 100 كم ياخذ؟ عندنا معادلة عامة قال 2N+2، إذن عدد الإلكترونات، عدد الإلكترونات اللي يقدر يشغلها لهذا المجال تساوي 2 ضرب رقم المجال أس 2. يعني لو قلت لكم المجال رقم 100 تقول 2 × 100 + 2. 100 + 2 كم؟ يعني 2 × 10,000 يعني 20,000. يعني المستوى N10 يشغل لي كم؟ يشغل لي بس 20,000 إلكترون. وهكذا قال لي هنا here are some examples. طيب عندنا هنا أمثلة، عندنا أمثلة على الهيدروجين. إيش هو أقصى مستوى طاقة عنده؟ أقصى مستوى طاقة عند الهيدروجين هو N1، ما في غير إلكترون واحد. طيب الهيليوم أقصى مستوى طاقة عنده N1 برضو، فيه بس إلكترونين. الليثيوم عنده 3 إلكترونات. حنا نعرف المستوى الأول يشغل 2، إذا المستوى الثاني راح نحط الثالث بالمستوى الثاني. طيب الآن هذا الكربون، الكربون 6 إلكترونات، 2 بالمستوى الأول و4 بالمستوى اللي بعده. هنا ممكن إيش يجيبون لكم؟ ممكن يعطونكم عدد إلكترونات، يقولون عندكم مثلا 15 إلكترون، فيه ذرة خلاص موجود فيها 15 إلكترون. إيش آخر مستوى عندها؟ أنتم تروحون توزعون هذه 15 إلكترون، تقولون والله N1 ياخذ 2، N2 ياخذ 8، 2 + 8 = 10. طيب N3 ياخذ 18، بس أنا كم محتاجة زيادة؟ محتاجة بس 5، فأقول والله هذه العنصر اللي أنتم عطيتوني إن الإلكترونات حقتها 15 آخر مستوى عنده N3. يعني لازم توزعون الإلكترونات وتشوفون. طيب مثال ثاني عشان نفهم أكثر، عندنا عنصر عنده مثلا خلينا نقول 24 إلكترون، خلاص قال يلا عرفي لي كم المستوى حقه، أقول يلا N1 نحط فيه 2، N2 نحط فيه 8، الآن كم بقالي؟ بقالي 14، N3 يشغل لي 18، عشان كذا كم راح أحط؟ 24 - 10 اللي هو 2 + 8 14. إذن برضو هذا العنصر حقه N3. طيب بهذه السهولة قال لي هنا the structure of the periodic table of elements reflect the idea behind the Pauli exclusion principle. قال لي زي ما أنتم شايفين التركيب حق التركيب تبع الجدول الدوري يخدم قانون باولي تبع توزيع الإلكترونات. فنلاحظ أنه الجدول الدوري منظم على حسب العدد الذري العدد الذري للعناصر. فأنا عارف أنه العدد الذري للعناصر هو العدد الإلكترونات، وانه على عدد الالكترونات حسب كلام باولي نقدر نصنف الذرات، اذا لازم ارتب الذرات على حسب عددهم الذري.